خير وصحة وسلامة. الله يخليك الأولاد آمين. وكمان يزورك يا رب المصطفى آمين ويحقق أمانيك إن شاء الله. الله يسلمك. طبعا عيد الأضحى المبارك هو من المناسبات الطيبة جدا، ونحن جينا ناس اللي جينا دارين حابين نشاركوك فرحة العيد. شعورك في المناسبة دي وتقولي شنو للناس اللي بيشوفوك في تشاد وبرا من تشاد كلها؟ أنا سلمتهم كثير، أنا فرحانة فيه وشكرا لي أنتوا جيتوا لنا كل زيارة، أنينا فرحانين ومبروك العيد لأخواني لجيراني للناس اللي جو يسلمونا كله، أنا فرحانة فيهم شكرا لهم كله. بتسووا كيف نظام؟ يعني نقسموا كله، أنا لا يمكن أخلو داخل كمان، كله نقسموا للجيران كل عيد كله نقسموا للجيران كل عيد كل دبي أنا دي اللي تقسمي للجيران. طيب دارين نعرفوا أن إحنا التجهيزات اللي بتسووها بلا الخروف العيد شنو؟ أنا شنو؟ التجهيزات شنو للعيد؟ مثلا العيد جاي إحنا عندنا خروف، عارفين إن إحنا عندنا خروف، شنو بتسوي ثاني؟ كعب ولا أي حاجة؟ نسوي كعب وما إدك يعني اللحم، ولكن الكعب كله تسوي جنبه، لكن الكعب مهبوب من اللامسة، اللامنا خلاص بقي كثير. ما تقدر تاكل اللام ده تسيب كاف كله لان فنجات تنتي كاف تنتي الأسير بشرف. طيب كويس، نقول لك كل عام وانت بخير والله يخليك الأولاد إن شاء الله. آمين آمين إن شاء الله. آمين آمين. يلا قول لهم باي، قول لهم باي. سمعتوا شو؟ ياسر. ماشي يا ياسر، الله يخلي لك. مشاهدينا اهلا بكم مجددا، ونتابع معاكم تهنئة العيد مع أسرة أخرى. السلام عليكم. مشاهدينا يسعدنا ان يشارك معنا اخواننا في هذا العيد المبارك ونعرف منهم كيف كان عيدكم. كل عام وانتم بخير. الله يسلمك، خليك الاولاد ان شاء الله. الحمد لله، الله يبارك فيك ما شاء الله. شنو كانت تجهيزاتك للعيد؟ جينا فتشنا الخروف والحمد لله مشينا صلينا وجينا، وهسه حاليا انتهينا خلاص التجهيزات كلها. شنو انت شايفه مميز في العيد ده؟ والله الحمد لله العيد ده كله الناس فرحانين، اولاد الصغار والكبار كله الحمد لله، والجيران كله جون عليهم فجر كليات كله. بالنسبه لعيد الاضحى المبارك جو زارونا، ونينا كمان ان شاء الله باشيه قليل ان شاء الله ان كلنا مرقوا، وان شاء الله للجيران دول كل كانوا رقوم، وان شاء الله يتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال ان شاء الله يا رب. ودائما يكون في التواصل بين الاسر وبين الشعوب دائما مع بعض، والعيد طبعا هو بكاتف الناس وبيجمعهم زي ما انت قلت، فدي ميزه من مميزات العيد. وشنو تهنئتك لجميع التشادين الموجودين في مثلا في ضواحي تشاد، في ابشه، في وهنا والخارج تشاد كمان عندنا نحن ناس موجودين. بالنسبة لعيد الأضحى المبارك يعني تحني لكل التشاديين والتشاديات والقاعدين في المدن البرة البشة سار مندو، وكل قاعدين في الخارج، وكمان خاصة القاعدين في المملكة العربية السعودية، كل نتمنى لهم يعني اليوم يوم كبير، يوم عظيم، يوم عيد الأضحى المبارك، لأن يتقبل الله منكم ومنهم جميعا صالح الأعمال. الله يسلمك. طيب عندك أشخاص معينين دار تسلمهم سلام العيد ما معاك ومتمني إنهم هم يكونوا معاك اليوم؟ والله الحمد لله أول شيء يعني عيد الأضحى المبارك يعني نتمنى يعني كل التشاهدين يعني يتكاتفوا، وثم ثانيا أول شيء يعني تهنيتي لجيراني الأول، لجيراني كلهم يعني نتمنى لهم الخير وللإخوة، وعندي زملان مشوا في السعودية كمان يعني الله يرجوهم بالسلامة. الله يسلمك إن شاء الله، أي نادم عند نادم غايب يرجع عليه بالسلامة ويسعدنا جميعا ويعم الخير في جميع أرجاء العالم. عيد الأضحى المبارك الله يقبل مننا ومنكم سالي الأعمال، تهية كل لجميع الأخوة المسلمين، أن يديم الصحة والسلام وأن يدينا العافية في جميع، ونتهي لعيد كل أخواني وأخواتي في تشاد في خارج تشاد وفي داخل تشاد وفي مدن، كل عام وأنتم بخير وصحة وسلام،
الله يقبل منا ومنكم سادي الأعمال. الله يسلمك وكمان يتقبل منك. ودايرين نعرف أنت أول يعني شفناك جيت داخل أنت جيت بتسلم على جمال. جيت نسلم على أخوي الهج أبا قناه. جيت نسلم لي أنا جارك كان اسمي أدم موسى. أيوة. جارك قاعد جاني فينا جيت نتاهي له نسلم عليه ما شاء الله فدلاني كاك ومشروبات. كله الحمد لله ما شاء الله لسه لهم كمان على طريق قالوا ان شاء الله تمشي نمشي نجي ان شاء الله كلنا اخوان وكلنا نجي يعتقل الداخل لا اخوه الحمد لله ما شاء الله. وانت كمان دابح في البيت؟ انا دابي في البيت دابين الحمد لله دابي عندنا قريب تقريبا 3 خروف في البيت ما شاء الله والله. والاسره كلها متجمعه عاده كلكم بتتجمعوا في العيد بتضحوا مع بعض ولا كل واحد في بيته بعد ذاك ياكل لا ادينا قاعدين انا كل ندهي اخوي سخار كل يدهي وامي كل تدهي ما شاء الله والله ان شاء الله ربنا يجمعكم دائما ويخليهم دي كل الحمد لله لقينا دي الحمد لله تمام بيتمن مناسب الحمد لله وكله خروف سمين وخرب طيب ما عند اي عيب الحمد لله ما شاء الله بس ما تكتروا الاكل عشان بعدين ما نكتروا نقسموا لازم دي ده لازم تقسم للجيران ولا اخوان تنتي هديه منا ومش الكيكني ما كله نسوي بكانوا عند ما في نقسموا للناس. تهنئتك للشعب التشادي والله نتاني نسيت هي للشعب التشادي القادم في داخل الشات وفي خارج الشات تهي لاخواني خاصة الموجودين في السعودية الموجودين في أوروبا والموجودين في آسيا والموجودين في أمريكا أمريكا اللاتينية أمريكا الجنوبية نوجه للتشادين كل عام أنتم بخير بالنسبة للإيد المبارك إيد الفطر إيد الأضحى المبارك نوجه لهم كل تحياتي لهم ونوجه لأخواني القاعدين في أبشي القاعدين في مندو القاعدين في سار القاعدين في كل مدن أنا شاد داخل وبرا ونوجه لأخواني القاعدين في السعودية وفي السودان وفي مصر وفي نيجيريا كلهم نوجه لهم كلهم ونوجه لأولادي خاص الوالد عسى اليوم عند مشل شهرين وخمسة يوم اسمه موسى وسميته في ابوي نوجه له تاني ونوجه لزوجتي كلهم موجودين في ماو الله يسلمك. لكن عندك ناس كلهم شتتوا ناسك في امريكا وفي والله كل رفقان الناس قاعدين القرينا ما مسوا رفقاننا وتعرف كارتشينا ده كل ناس ماشوا المشوا امريكا المشوا فرنسا كلهم موجودين كلهم نسلم لهم نقول لهم كل عام وانتم بخير والصحه والسلام اللي يوفقنا يا رب العالمين. مشاهدينا ده ناس كلهم كشتوا وان شاء الله السنه الجايه يعيدوا معايا لانه شكلك كده ما فضل لي نتمنى السنه الجايه إذا العطل المبارك القاعدين في امريكا وقاعدين في فرنسا كلهم بيجوا هنا بيدووا معنا بيشوفوا العادات وبيجوا اولادهم يشوفوا العادات انا افريقيا ما يخلوه يودر الحمد لله. الله يسلمك عود الايام الله يبارك فيك. رايك شنو في عيد الاضحى المبارك؟ والله نقول فالحمد لله عيد الاضحى المبارك عيد كبير وعظيم لازم نفرح مع الاخوان مع الجيران ومع الاهل جميعا سواء في الخارج وفي الداخل البلد ذاته. انت شايف المناسبه دي تتعلم منها شيء ولا شايفها الميزه الفوق جميله هي اللي بتجمع الناس؟ لا في المناسبة العيد الأضحى المبارك لأن الأولاد والكبار والصغار كل جماعة هم فرحانين سواء في الخارج في المديريات برا في جوا الأسماء. احنا زي ما عندنا ناس في نجمينا كمان عندنا ناس في بشي في آسيا في المدن القروية البعيدة وعندنا كمان ناس في خارج تشاد ويمكن انت كل يكون عندك ناس برا تعيط عليهم تقول لهم شنو؟ نتمنى لهم عيد الأضحى المبارك كل عام أنتم بخير صحة وسلام نقدم لهم التحية بتاعي خاصة لجماعة القاعدين في بلجيك وجماعة القاعدين في الكاميرون وما ننسى الإخوة القاعدين في نيجيريا لأن اليوم أن هنا نعيدهم من هناك حالتهم خطيرة نتمنى لهم ذات نفكرهم في هذا العيد المبارك نقول الله يخفف ويرفع البلاء اللي نزل لهم. نقدر نشكركم لكم انتوا الجوتي اللي نشكر على جيسين ونشكر لجميع المسلمين بعيد الاضحى المبارك نشكرك انت بنفسك ذات. شكرا الله يسلمك الله يبارك فيك ان شاء الله ربنا يعيد عليك السنه الجايه بالخير والبركه بالخير والنعم والبركات. وعمل كيف برنامج عيدك كان؟ عيد حقي ده بيجي لنا عيد بيجي كويس مره وجميل جدا جدا العيد نطلب لاخواني البر والداخل والجميع المسلمين البر والخارج والداخل كله ونشكرهم كل جميعا.
طيب شنو تجهيزاتك كانت للعيد ومع الأسرة متجمعين مع بعض ولا ضبحت وحيدك ولا كم كان برنامجك للعيد؟ إذا أنا دبيت مع الجماعة كل جماعة أخواني وأختي وأخواني الكبار والضباط كل دبينا خلاص. كويس والله ما شاء الله ولسه ما تشينا لسه ما تشينا لسه ما تشينا كده نمشي ونجو ناكل معاك ان شاء الله المرارة بالكوكا والخمامات كل القطة خديها خاص كل راديو التيليتشات شكرا الله يسلمك الله يبارك لنا مشكور عليكم مرة الله يسلمك كمان يخليك الأولاد آمين آمين ونواصل معاكم تهنئة العيد مع أسرة شادية السلام عليكم كل عام وانتم بخير إن شاء الله السلام الله يسلمك دارينا شوية تليفون ده في ده طبعا ضابحين ما شاء الله وفي العيد ده انتوا هسه كلكم متجمعين شايفينكم ضابحين بقره يعني فقلتوا كلكم اخوان متجمعين مع بعض ولا انت لوحدك وكيف برنامجكم برنامجنا واحد وكيف بتكون بتوزع اللحم ده للناس ولا ان شاء الله يتوزع كما الله يريد ان شاء الله يا سلام ما شاء الله ان شاء الله ربنا يسعدكم سعيد ودايرين تقدم تهنئه عبر التلفزيون شات لاسرك الموجوده خارج الجمينه الله يمتعني بأسرة عندنا في مالي وفي الكاميرون في السودان في السعودية كل إن شاء الله أتمنى أن يكون سيد إن شاء الله إن شاء الله بيكون يشوفوك ويسمعوا تهنئتك إن شاء الله وتوصل الله يبارك فيك في سنة مش اللي قاعدين نسوي اللي قدامك اللي أتمنى الله كيف يودينا اللي قدامك مش اللي كما زيادة من اللي كما دارين إن شاء الله وربنا إن شاء الله يدوم المحبة بين الناس وكلهم يعملوا زين كده وكل عام وانت بخير إن شاء الله وتوري لي أبوك دول وأمك ورفقانك توري لهم شنو؟ هسه عيد جدا قول لهم كل عام وانت بخير ان شاء الله وربنا ان شاء الله ينجحك في المدرسه ماشي الله يسلمك مشاهدينا نتابعوا مع بعض تهنئه العيد مع اسره شادية اخرى السلام عليكم الحمد لله الحمد لله شنو لسه ما ضبحتوا؟ لا لسه ما لقينا زول بس ما لقيت زول؟ اي ان شاء الله تلقوا زول ويطبح لكم ان شاء الله يدوا نحصى بدنا نقدسوا ان شاء الله تفضلوا صلاه قلت لا 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 ولا يهمك عادي ما في مش اي مشكله قلت لك انتم محتاجين يجوا الندبه معي يعني ناكل ما شاء الله والله ان شاء الله ربنا يخليك اليوم الله يسلمك وعادة كيف بيكون ضبيحة كاسة شايفة أنا خروفين فقيت وحكي بس تضحي بخروفين واحد أنا شريتها واحد كمان نسيبي جابلي ما شاء الله والله كويس طيب تقدمي تهنئة للعيد تسلمي لناس كي البرة تقول لهم شو لا 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 كل الناس سلمتهم جميع الناس ما شاء الله والله إن شاء الله ربنا يخليك أولادك جميل وكمان تلقي نادي مطبخ لك الخروف إن شاء الله الله يسلمك الله يبارك شكرا الحمد لله كل عام بخير إن شاء الله والسلامة يعود الأيام ما شاء الله الحمد لله عليكم السلام جاي سلموكم الله يبارك ما شاء الله اللي قدرنا سنة آخر إن شاء الله اللي يطول أمورنا دايرينك تحكي لنا يا توهيني معاك أخوك أخواتك كيف عيدكو نظمتوك كيف هسا قانتك نظمنا ما شاء الله بسيرة السلام الله يسلمك دو انتو حكي بس انا ما اريد اكو اخواتي دول هناك كل جيدة اخواتك وكل اسرائي هناك اها اخواتك كم من جوها اسرائي بس قلنا عنا ثلاثة ما شاء الله ما شاء الله كويس والله وكلك جمعتوا سوا كلنا فاهمين بس طيب الموضوع ده كل سنة قاعدين تسوا كل سنة قاعدين نسوا مش الله ما شاء الله والله اتمنى ان الناس كلهم يكونوا متجمعين زي ده ونشوفوا المنظر الجميل ده وكل عام ان شاء الله عندك انا وجارتي عاملين ده جاي سلمت كتير الله يهدرنا سنة آخر عريتها يجري الدين الله يسلمك الله يشكر بنا يكرمنا كلنا جميعا إن شاء الله الله يسلمك طيب شنو حاسيتي ولمت الناس جنبك وأمك دول وناس كلهم ده أمي دول أمي دول كل جايين الله يسلمك شنو أنت فرحتي كيف أوصفي لنا فرحتك بالعيد كيف فرحت بس فرحت مرة كلنا فرحانة مرة على حدرانا ده إن شاء الله ربنا يخليك الله يخلينا الله يطول أمورنا كل سنة ونلومه مش إلا إن شاء الله يا رب آمين الله يسلمك هنا بس هنا بس ايوه كويس والله الحمد لله ما شاء الله انا شفت اللمه سمحه عجبتني بصراحه ان شاء الله كل الاسر يتجمع كده ويكون في تكاتف وفي حنيه كده بيناتكم زي ما حاصل معاكم بالظبط انا بصراحه عجبتوني مره واحد كيف عاملين وداير دايرك تتقدمي تهنئه عبر تلفزيون شات
للناس كي الموجودين برا من انجمينا تقول لهم شنو؟ سلمتهم ونسلم عليهم ومبروك العيد بركة الله حذرانا والله يحذرنا السنة آخر جميع المسلمين الله ينتينا الآفينا والله يسد أشيرنا ان شاء الله يا رب. ان شاء الله امين ان شاء الله كمان الله يخليك اولادك امين امين. مشاهدينا الصراحه منظر جدا جميل ان الناس يتجمعوا مع بعض ويكونوا متكاتفين مع بعض زي ما نحن شفنا مع الاسره دي. ان شاء الله الاسر كلهم يكونوا متكاتفين وفي محبه وموده زي ده. الله يخليك الله وكمان يخليك لهم انتوا دائما تقعدي كده البيت اللي بيتجمعوا فوقه الناس دائما لمتك سمحه الله يسلمك. وشنو تهنئتك للعيد لامك دول لاخواتك اللي هسه معاكي للبره من انجمينا تقول لهم شنو؟ الله يخليهم الله يطول عمرنا الله يهانينا الله يسد اشيرنا امين ان شاء الله يخليكي لهم كمان امين الله يبارك فيكي. فانت تقولي للناس اللي بيسووا لحم هسه مرات في ناس باكلوا لحم كثير مره في العيد ده هسه صير اي باكل ما شاء الله الشغل ده ما يبقى ما عديل سي ما بيسي شيء ما بيسي شيء انا سنوات تقولي لا ما بيأثر لهم مثلا عيالات بس ناس يخلوهم ياكلوا لحم كثير وشنو ده باكلوا التمر ها وخلاص شيء بالجمع واسي انتوا لحم ده كله قاعد تقسموا منا ولا كلك قاعد تقسموا للمين عارفين كل الصدقة المسكين كل تنتي معاكي الماء عند ما شاء الله كويس والله امين تقولي شنو في عيد لعيالكي لعيال عيالكي ولناسكي واهلك تريدهم كل نقول الله يدينا العافية جميعا ويحضرنا سنة اخر الله يسلمك. ايوه طيب انت شايفه كده زمان كل الناس العيد ده ما هو ما يعني مطول أيوة. لكن في فرق بين اول زمان وهسه ما سوا كيف انت شايفه انت بما انك انت عشتي كثير وشنو ده اول كل العيد ده مثل ده بس ولا هسه في حاسة ان في تغيير؟ لا اول ده العيد ده انا عارفه واحد ده بس ايوه ما العيد واحد بس أيوة. في اللمه وفي الضبحان سوا وفي الكلام ده كيف لا الهسه العيال بيبقوا رحمه ما شاء الله ايوه زمان ده الا انا وجوزي وعيالي هسه ديكوياتي عيال عيال اخواتي كل مجموعين قاعدين مع عيالي انا ما نسيت شيء الا قاعد مرتاح الا عاوين انا عيالي وعيالهم واخوانهم ياخذوا لنا برا كويس والله والله شيء بطل معي وقصدي يعني مثلا زمان انتوا اسهل متجمعين زمان ده كله كنتوا تتجمعوا في بيت امك دول قاعدين تطبخوا مثل ما هسه ده بس انا شفت ده ولا كيف؟ لا في بيت امي كلها كان ناس كثير نتجمعوا ناس ما كثير كان علي بعد القايدين بس حسب ظروفكم ايوه ماشي كويس والله فان شاء الله ربنا يخليك لهم ودايما اقول لك يعني شنو شعورك اليوم انت وعيالك كلهم لامين فرحتك أيوة. كيف اليوم توصف لنا فرحتك اليوم؟ الحمد لله الحمد لله انا فرحانه باي شيء ربنا يدينا العافيه والسلامه ويطول عمر الانسان كله ان شاء الله ويدينا العافيه في بلدنا ان شاء الله ربنا يطول لنا في عمرك امين تقعدي عشان تشوفي عيالك وتفرحي أيوة. بيهم أيوة. كل سنه تتجمعوا زي ده والله يا امين كل عام وانتم بخير ان شاء الله ربنا جزاك الله خير الله يبارك فيك جزاك الله خير امين واي انت كنا دايرين نحجي معاكي شويه انت اخوتها ولا اخوتها تمام يا سلام ما شاء الله والله كبير منك كويس والله وكل جيت تعيدي معاه ومن زمان انتوا بتقولوا كلوا قايمين كل سنه بس ودي كلها جدا لثني بس ما شاء الله والله كويس جوزي توفى وجد قاعد معي جيت مع مش مع بنات اختي السعوديه هي سجينا جينا كل قايده هنا كويس والله ولما كنتوا زمان في الشباب كلها تتجمعوا وتعيدوا سوا ما شاء الله لحد ما هسه ده لحد ما هسه ما شاء الله الله يحن عينكم كلها ويبقى مثلكم بس امين امين الله يبارك امين امين عندك نادم تتمني انه يكون معاكي في يوم العيد ده وما لقيتيه؟ كم ما لقيته ما كلهم ناس ما شاء الله ما شاء الله والله طيب تقولي شنو للناس الناس اهلك البعيدين منك تقول لهم شنو في العيد هسه؟ عافيه بس عندك ناس في السعودية في السودان ولا في البشي وكذا في عندك في البشي في نيجيريا في البشي في نيجيريا كلها في ما شاء الله كويس تقولي لهم شنو في العيد ده؟ نقول لهم عافية بالعيد مبروك العيد عافية الله يهدرنا سنة آخر آمين إن شاء الله إن شاء الله الله يبارك فيك الله يخليكم لبعض آمين من جزاك الله خير إن شاء الله الحمد لله ده كل أولادي ترى ده كل أولادي أنا أخوي ما شاء الله الهسه يصور معاك انت فين؟ الله يبارك فيك تفضل انا
ومتجمعين فشنو كيف برنامجكم البروجرام هناك انا في العيد سويت الحمد لله ان شاء الله فرحانين عيدنا بلدينا الاخوان لامه فرحانين الحمد لله بركة دي امي وجيتي تعيدي بكانا جيت نعيد بكانا انا عفتي على بنقول دونك جيت نعيد بكانا من بكانا كويس وكل سنه كل قاعده تجي وتجي شك بكانا نجي نعيدتني ما شاء الله ان شاء الله وانت واخوكي ولا اخوكي ناس اخرين ولا انت بس انا ويجي بجيت جيت لاخوان جيت لاخوان وامي وابوي وجدنا على الباسه يد هنا قبل وركان نمشي ان شاء الله دائما كده تكونوا متجمعين الله يخليهم ليك عشان تجي بكانهم دائما امين ان شاء الله ان شاء الله امين قولي لهم شنو انت فرحتك شنو بجمعتكم دي وبالعيد وشعورك شنو انت لامين مثل ده هسه والله انا فرحانه بجيت لقيت اخواني ما في مخاطرين كله جو قايدين جو كل اللي لقيتهم جميعنا عوي امي كل اللي لقيتهم اخواني فرحانه مره واحده فرحانه طيب شنو بتشاهدين في انحاء جمعنا والفكره الشيء والبرا والقاعدين في الخارج تقولي لهم شنو في العيد الله نقول لهم مبروك العيد كان كنا سنه عامه بخير بس ما ليس دايسين جميعا الحمد لله تقول اللي تو معنا قلبه يجيب لنا عافيه فرحانين وعمي قايد داخل ودي كاكيتي ما شاء الله ودي خالتي كلهم كويسين احنا فرحانين مره بعيد ده امين امين نيك شوية تبعيد منك الدور والله بيفكر بدي في دوارات وعندي لي دي كل قاعد انا قالوا بقول مدمزيل هي مدانا مدانا هاي كلها فرحانة فوقهم كويس والله ان شاء الله ربنا يجمعك معاهم والسنه الجايه تعيدوا سوا ويجوا هم كل يعيدوا معاكم يا الله يبارك فيك انا هدينا سنه اخر وانا فرحانه بايدك ان شاء الله تجري انت ان شاء الله ربنا ينجحك ويشوفك كمان دكتوره كبيره مره واحد وقبل افتكرت اخوك دي مزمده دار نسالك اذا كانت تجوزتي مشيتي برا انت كلها تسيم سلا انا اخوك اذا تجي انت ولا تعيدي مع امي كده ولا نجي تجي سي ما تمشي تقعدي هناك ان شاء الله ربنا يخليك لهم وتجي كلكم تتجمعوا مع بعض الله يسلمك مع اخواني مع رفقاني ومع امي دول اوكي احنا اتجوزنا بقينا كبار كما خلاص مع نسباننا كل قاعدين قاعدين وبعدين ولنا ايالنا كل قاعدين مع عيالي مع ابو عيالي كلها بنات كم جوزناهم البرا برا والقايتين كلها كمان بيجي لنا وبيمشي طيب انتوا ساعتوا ضابحين ما شاء الله اكثر من خروفين بتقسموهم ولا كيف؟ نقسموا نقسموا للناس الجيران كل نقسموهم والفضل كان علينا كله كان بيقي عليه وكله ما عادوا كويني تتشتشوا مثل ده مثل ده يا سلام خلاص تفضلوا لنا شيء زي بعدين يعني نفضلوا الله يبارك ما شاء الله الحمد لله الله يبارك ما شاء الله الحمد لله الله يبارك دي اي هناك واخواتك ما شاء الله والله انت لما ما قاعد معهم ولا جيت لهم قاعد تعيد معهم جاي جاي هنا ما قاعد شنو انت هسه اليوم كيف مبسوط زي امك جنبك واخوانك وناس كلهم لموا لك هنا في العيد مبسوط مره ان شاء الله دائما تكون مبسوط وان شاء الله دائما هم كمان يكونوا جنبك ان شاء الله الله يبارك ان شاء الله ويجيب الله يبرد برد ان شاء الله سنه بارد امين ولا زيد رزنا يدرس لي اذنه ان شاء الله في اتاكم ماشي كل سنه نجي نعيد معهم نجي نسلم نجي نفر امام سوا نقعد سوا نعيش سوا كده بس زين ما شاء الله والله وتوري شنو ناسك اللي برا نقول لهم كل عام وانتم بخير سي والسلام تعود الايام اللهم يرفع البلاء وينزل الشفاء ان شاء الله الله يسلمك الله يبارك فيك مشاهدين ان شاء الله دائما نشوفوا الاسره كمان متجمعه اي اسره شاديه واي اسره اسلاميه نشوفوها متجمعه وبالحنيه دي في كل عيد ان شاء الله وكل عام وانتم بخير ونواصل كمان جولتنا الثانيه تاع العيد اهلا كيف حالك ابا كيف كويس خير. الله يسلمك كل عام وانت بخير الله يسلمك الحمد لله بارك الله ما شاء الله شايفه اولادك واولاد اولادك كلهم متجمعين جنبك هنا اليوم ورابحين كلهم سوا الحمد لله ان شاء الله دائما تكونوا متجمعين مثل ده متجمعين مثل ده ويخليك لهم ويطول عمرك ان شاء الله امين يا رب العالمين الله يبارك فيك الله يدلكم جيتوا يوم ما شفتونا زرتونا في ديوننا الله يسلمك شكرتكم كثير الله يبارك فيك شكرتكم كثير انا
أم اسمي دولي السعيد جدا. أنا مولود سنة 40 أوالي. ما شاء الله. من 1941. ما شاء الله. يسي من 1941 أفور لامي. ما شاء الله. الله يطول عمرك. ما شاء الله. وسا الله يعدل لنا البلد. إن شاء الله. اللي وسي علينا زيادة من ده. إن شاء الله. وأنا شكرتهم كثير لرئيسنا ذاته. أني نفوره إن شاء الله. إن شاء الله. ما يوست كله مدام هندا. الله يبارك. أما الأتام الله يعاونا في خدمته دي. أجبلنا مرة وايد. إن شاء الله ربنا يقبل دعوتك. إن شاء الله كلنا فرحانين بخدمتهم على سبب أنتم شعب وبأدلوم له أن ماما كل يوم وراهم إن شاء الله. ما شاء الله. ندور توصف لي فرحتك اليوم اللي ما شاء الله الأسرة اللي بتجمع جنبك وضافين وفرحانين. ندور توصف لي فرحتك أنت بالعيد ده. أنا فرحان مرة واحد ربنا أداني قروش أداني إيال الحمد لله مشيت في سوق شريت الضهية بعشر ألف جابوا بمئتين أنا فرحان علوم ذا ناكل مرارة تمام خلاص كويس وأولادي كله ياكلوا كلهم إن شاء الله أنا فرحانين والله إن شاء الله والله يدلنا بلدنا آمين بلدنا الله يسعدين مش إلا بس إن شاء الله وعندك أخوانك ولا رفقانك ولا ناس كله برا أنا سلمتهم كل أولادي أبكر بشاغة دول وسلمت لولادي اسمه شنو جدة سميانة جدنا ده سلمت حماتي عشا قاعدة في برا وسلم إيسا رخيص كل في دقوي آلايا أولادي ده كله شيخنا أنا في لي في ولادي والدخي اسمه جيد سلمت كثيرا سنة جيد كل ما أولادي أخواني مسطرين كل سلمتهم كثير هم قاعدين في دار برا أما أنا هم كله أنا كله ورا رئيسنا بس كلام آخر كما عندنا بر وداخل كويس والله والله يزيده رئيسنا الله يزيده الله يمضي سنين كثير مع مرتا هند دبي آمين إن شاء الله الله يبارك فيك طول السنين مشاهدينا نجدد التحايا لجميع الأسر التشادية والله يطول لنا إن شاء الله في عمر الناس الكبار كلهم هم بمثابة أبهاتنا وأمهاتنا ويخلوهم لنا عشان نقدروا نتعلموا منهم كيف نحن نتعاملوا مع المناسبات الزي دي وإن شاء الله تدوم المحبة بين كل التشادين ما شاء الله كل عام بخير إن شاء الله صحة والسلامة خليك لما السمحة دي خليك أولادك الله يبارك فيك آمين إن شاء الله الله يسلمك كل سنة وأنت طيبة آمين إن شاء الله لين توصف لنا فرحتك شنو اليوم عيالك معاكي أنا كل عام بخير صحة والسلامة الله قدراني آمين إن شاء الله ربنا يطول عمرك آمين آمين هذه أولادي هذه كله جميل مثلي كويس والله بعدين نعرفوا تقسموا لحمكم ولا في برنامجكم في العيد كيك ولا نقسموا لحمنا انتم شو نقسموا انتم الجيران كلنا انتم كويس والله دايرين تقدمي تحيه عبر تلفزيون شات لي ناس كل قاعدين برا ها سوي نقدم لاختي امنه عبد الرحمن في دقنا مسكوري وعائله تاع كلكم ونقدم لاختي حبيبه في مانغو وعائله ابشه سعاد بكر ندشاب بكر كلنا نقدم لهم كل العافيه والصحه والسلامه الله يسلمك ان شاء الله السنه الجايه تتجمعوا وتعيدوا سوا الله يخليك لعيالك يا غالي يا غالي ياسين احنا السريجه ندور نعيدوا معاكم كيف حالك؟ الله يبارك الحمد لله كيف حالك؟ كويسة الله يسلمك يخليك الأولاد آمين شنو ضبحتوا؟ أي كويس والله الحمد لله وشنو قاعد تعيدوا هيك ولا ما أختي ولا أختك؟ أختي اسمه سلوك ما شاء الله والله جت تعيد معاك؟ أي عديد والله آمين وشنو لحمكم هسه كيف تقسموه ولا تتشوا ولا كيف تزووا؟ صدقوا تتشوا كله سوا كويس والله وأول كلها كبس تجي هبس بكانك كل سنة كلها ولا وين أمك أخوانك آخرين؟ ها كويس والله الله يبارك فيك تورينا وشو ناس امك دول قاعدين باين منك وشنو ده الله هذا سنه جديد نسامون ونسلمون في مشروع اعمل ايده عمي اصفات بتكتب مكان اخوي تعيد مش كده وش عندك ناس اخرين في مكان اخر بلدهم عندي اخوال في دقيق وكل سلمتهم هنا خالك لك سلمتها كويس الله يخليهم ليكي ان شاء الله السنه الجايه يجي يعيدوا معاكي هنا امين ويخليكي تكلي لعيالك امين الله يبارك فيك امين طيب شنو فرحتك بالعيد عبر لنا عن ما شاء الله العيال فرحانين وتضابطين وشنو والعيد شنو الفرق بين من ايامة الاخرات حلو راجل ما يلا قاعدين ده بلين ده بس فرحانين ما شاء الله ان شاء الله ربنا يفرحك دائما امين الله يسلمك الحمد لله عيدي هسه مع اختك نعم وانت كل سنه كل قاعده تجي تعيد هنا معاها جيت سنتين ما هذا
سنتين دقات تجي نجي ما نعين ما ونقبل ما شاء الله والله كويس ان شاء الله ربنا يخلي عليكي امين طيب تقدمي تهني حقة العيد دي ليه اهلكي تقول لهم شنو نسلم عليهم بس نشكر عليهم كله اها يا تو وانا عيل لامي خديجه في المسرو وانا عيل لاخواتي هنا في شارع 65 ان شاء الله ربنا يخليهم الله يسلمك حق ونشكر عليهم عباس مشاهدينا نجدد التهاني عبر تلفزيون تشاد ونواصل تهنئة العيد مع أسرة شادية أخرى. كيف سيارات؟ كل عام وأنتم بخير؟ كيف كويسين؟ هيا ناخذ كيف كويسين؟ عم بيرفع كل عام وخلاص خلاص شغل انت قطعته ولا انت كلها ولا لسه بس ها يدوروا نعيدوا معاكم اليوم تقولونا فرحتكم بالعيد كيف وضبحتوا ده قدمتوا لعمكم ولا كنوا سيدي تقولونا اليوم بالضبط كيف سويتوا شغل الحمد لله وقسمنا اها ولا شيء اخر خلاص كلها هسه قسمنا هسه قسمنا ما شاء الله والله ما شاء الله الله يخلي لك الاولاد خذ راحتك امين الله يسلمك الله يبارك الحمد لله ما شاء الله دايرين توصلينا العيد امين ان شاء الله الله يخليك الله يسلمك انتم على قلوبكم امين كمان الله يخليك الاولاد ويخليك النسامة بنيتي الحمد لله ان شاء الله الله يسلمك الله يبارك الحمد لله دايرين توصفينا اليوم فرحة العيد ولمة العيال وفرحة العيال كلهم وفرحة العمر يدرس ولادي ما شاء الله والله الحمد لله الحمد لله الله يزيد موظفهم الله يخليهم الله يخليهم لي الله يزيد مزاوتهم الحمد لله شكرا عليهم نحنهم بمناسبة العيد الفطر عيد الأضحى المبارك لجميع اسمه شنو أنحاء العالم أنحاء العالم كذلك وأشكر على الناس الذين جوا بالتلفزيون التشادي وأشكرهم جميعا كلهم وعمر إدريس خاصة وأتمنى لكم التوفيق الله يبارك فيك إن شاء الله ربي يسعدك ويهنيك دارين إن شاء الله أنا سعيدة أكون صحفية زيك إن شاء الله إن شاء الله دمع تكوني على الأقل معي ذاتك تساعديني شيء إن شاء الله الله يسلمك إن شاء الله السنة الجاية كده تكوني معي إن شاء الله إن شاء الله كان السنة وفقت كان بكلوري إذا كان الله لي وفقني الله يحقق امانيك ان شاء الله نشوفك اعلاميه يعني كبيره جدا معروفه ان شاء الله باذن الله رجعت السلام عليكم وعليكم كيف السلام كويسه الحمد لله الله يبارك لك والسلام عيد ايام خليك الله والجيران واخوانك ان شاء الله امين ان شاء الله الله يسلمك طويل العمر حبينا نعيد معاكم في عيد الاضحى ان شاء الله ودايرينك تقدمي لنا تهنئه للشعب التشادي كله اللي جمينا والبر جمينا ان شاء الله نقدم تهنئه لكل شعب تشادي ونقول لهم مبروك العيد عيد اضحى مبارك يعني البر والداخل حتى اللي في الخارج من التشاد كمان نهنيهم نقول لهم مبروك العيد وكل عام وهم بخير ونتمنى لهم حياه سعيده يعيش عمر طويل الله يسلمك وان شاء الله توصل تهنياتك على التلفزيون ودارين نقول لك عيد كده بقى كيف هسه شايفيكي وحكي قال تمشي لها هلكي ولا هم يا بجوكي ولا كيف بقى عيد كده الاهل بجوا ونمشوا لهم برسكي العيد ده ما مثل عيد هنا رمضان اي زول مشغول كدر بعدين شيء انتهوا من عملهم حتى الزيارات تبدا مشاهدينا في جميع انحاء العالم نقدم تحيه بمناسبه عيد الاضحى المبارك لجميع التشهدين الموجودين داخل وخارج التشاد وللامه الاسلاميه جميعا ونقول لهم كل عام وانتم بخير بهذه المناسبه يسعدنا ان نستضيف بعض من الاسره التشاديه ونقدمهم ايام العيد تفضل ثاني حاجات تبقى كويس وقسمتوا منا اللحم للجيران وكده الحمد لله قسمتوا وفي ناس جاي يجوا يعيدوا معاكم وكيف جايين ان شاء الله كويس فجر كمان هنا من الديفان ما شاء الله والله كويس طيب انت بمناسبه عيد الاضحى عندك ناس دور تقدموا لهم تحيه تقولوا لهم كل عام وانتم بخير بتشاهدين كل عامه كيف تقولوا لهم شنو؟ نقول لهم مبروك العيد كل سنه وانتم بخير وفي السلام الله يسلمك الله يبارك جميع شاهدين دارين ان شاء الله حتى يكون عندك خير طيب انت شنو اليوم انطباعك بالعيد شايفك وحكي ولا شيء حتى ناس يجوا تلوموا سوا وفرحة العيد كيف تحسي بالعيد الحمد لله شيء كل الناس بجونا قايدين وفي اخو ده كله بيساعدني في الاداء هنا ماشي كويس الله يسلمك كيف ده العيد ده هنا لحم وما لا ناس يجوا جداد ده؟ جداد ده عشان اكونباني فوق سفرين لنا
عشان تعدلوا فوق السفرة. فوق السفرة. ما يبقى لها محيدة. ما يبقى لها محيدة. آه هو سوى الجداد عشان قال ما يبقى لها محيدة. يمكن كمان فكرة عديل وفي ناس بيدودوا اللحم الجداد. كثير من لحم الغنم. سلامة. الله يبارك فيك ان شاء الله. الله يبارك فيك. بمناسبة عيد السعيد ده بمناسبة عيد الأضحى يمكن تقدمي تهنئة لناسكي القاعدين برا تشاد وجوا تشاد والناس العزاز عليكي. لأهلي لمسباني لرفقاني هنا تلتشاد هنا جمينا ما ننسى رفقاني هنا نيجر هنا دبي هنا البرازيل كل التشادين في كل الدولة القاعدين الله ينتينا العافية ويجيب السلام في بلدنا. إيه ده أنت فرصة للناس تول ما تلاقيته تفكر أخوك ترسل لي ميساج تنادي في التليفون التشادين الكل القاعدين في السعودية في ياتو نبارك لهم الله ينتيم العافية ويقبلهم بالسلام في بلدهم. السنة ياتو حد تعب كتير مشوا بالسلام وخليه يقبلوا بالسلام والباقين كل القاعدين في جنبني هنا سامو أمز ده الرايدة سخانة ده شديد مرة رايدة وناس كتيرين سامو ربي يتقبل أجرهم إن شاء الله. ربي توصل تهنئتك للناس اللي هنيتهم دين وكمان داير نسلم عليه الأخ معنا كيف حالك يا مبارك؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله بالمناسبة الطيبة دي انت كمان دايرين نديك فرصة انك تقدم تهنئة للناس العزيزين عليك وانسان انت متمني انك تكون معاك في العيد ده. لا كلام كذا كله كويس. نشكرك كثير بمناسبة العيد السعيد. يعني اقدم تهنئتي لكل الشعب التشادي خاصة صهباني في الجمارك صهباني في كرال في كل الاقليم انا هجر لميس الإخوان اللي في خارج يعني أقدم لهم تهنئتي الهارة ونقول ربنا يهدرنا سنة آخر وإن شاء الله يحقق الأمان لكل واحد. الله يسلمك ويهنيك. وشنو فرحتك وشنو برنامجك أنت في العيد؟ عادة بيكون الناس مرات بيمشوا وبيعيدوا برا وفي اللي بيجوهم ناسهم بعيدوا هنا وشنو أنت كيف جهزت للعيد السنة؟ والله أنا العيد زي ما زمان كان من العادات الأول كان أعيد مع عائلتي صباح العيد أمشي المسجد وأقبل بعد أزور أنا أحيانا بزور الأهل بعد الظهر عشان ترجع في البيت كل نادم كان جاي بزورك بلقاك بعد الظهر كان نزور العائلة الأصحاب وكل الغربة القاعدين في نجمينة وبعدين اتصال بالتليفون وبالإسمس وداني برنامجنا في الإيت ماشي. إن شاء الله الله يديم التواصل بين كل الأسر التشاديين وكل التشاديين دوم المحبة والتواصل. ياسين كل عام بخير. السلام. شنو خلاص ذبحتوا وغنتوا في الشغل؟ ذبحنا والله غنتوا شكرا. تمام كويس. ما شاء الله. طيب ذبحنا الحمد لله بارك الله على هذا العيد المبارك ونسأل الله سبحانه وتعالى كما فضلنا بهذا الخروف وذبحنا وكان تشير منه وأكلنا بعد الجيران وقسمنا كثير 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 حتى من البعض يعني ربنا ساعدنا الدينام زبيها كمان من الجيران كما طلب الرسول عليه الصلاة والسلام. الله يبارك فيك. نعم دايرك تقدم كمان تهنئة لناسك برا نجمينا وتقول لهم شنو مناسبة عيد الأضحى؟ والله أنا بقول لهم مبروك العيد وقدم تهاني لأخي فضل حسن محمد في مندو ولبعض الإخوة في سار وفي عبشة وآتية وقدم تهاني للصديق الوحيد محمد صالح آدم. مناسبة عيد الأضحى المبارك وهو عيد مناسبة طيبة جدا ففرصة دارين تقدم تحايا لناس الموجودين من برا من نجمينا الموجودين في ضواحيها والموجودين برا منها ذاتها. أنا مقدم موجودين للأخواني القاعدين في فرنسا في السعودية في أمريكا والقاعدين في السودان كله في نيجيريا نسويت لهم بون فيت دي بروسبيريتي لونجيفيتي بي اي سانتي ونتمنى لأمي وأخواني وخالاتي وأولادي ولجوزي نسويت لهم بون فيت ولنسنا هنا السنديكا كمان وللترافاير حقنا الميليتانا أنا كل نسويت لهم بون فيت ونتمنى ندور العافية في بلدنا الله يجيب لنا العافية
يبلنا يلم قلوبنا كلنا بقى واحد وبلنا نمشي قدام. وشكرا. الله يسلمك. الله يقبل ان شاء الله كلامك اللي قلتيه ده، وان شاء الله يشوفوكي ويشوفوا التحايا اللي قدمتيها لهم هم برا كان. ان شاء الله. داري نعرف عاده كيف بيكون برنامجك في العيد؟ بتكون عندك زيارات ولا كيف؟ اول يوم ما تطلعي ولا الا بتخلي بعد كم يوم، ولا كيف بيكون برنامجك؟ والله برنامجي كان نخلص من خدمتي على البيت، كان خلص خلاص، كان لقيت وقت كمان بعشيه نمشي نزور الاهل نسلم، او قاعدين نمشي بكره كمان نمشي نسلم للاهل. انا كنت مريضه ودهب جيت مشيت تونس، دهب جيت من تونس مريضه الحمد لله على السلامه. الله يسلمك ان شاء الله، ربي يشفيك ان شاء الله. الله يسلمك. البيت ده عشان فيتسي. اي اي فد ده يوم انا ليب انا بمشي شوف اكوناك ورفقناك الناس كلك ده، بس انا جيت بكان اسياني وبكان مره انا يقول نسلمكم ونشوفكم وبعدين نقبل في البيت. لك العيد ونتمنى منهم الحياة سعيدة، ونتمنى منهم طول العمر، ونتمنى منهم العافية، والناس في الخارج حتى في السعودية في دبي وفي أمريكا وفي فرنسا وفي الكاميرون، نقول لهم طول العمر وربنا يخليهم في محلهم والله يجيب العافية في البلد ذاته ان شاء الله. ربنا يسمع منك. وكمان دارين عفوا تاسا يعني ذهاب فجر كي وجيت زياره ده ضباح هناك وخلاص خلص وجيت ولا كيف؟ ولا انت جيت تعيد معهم هناك؟ لا 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 ضباح هناك وجينا نسلم عليهم قبل، وثاني نمشي قدام نسلم قبل حتى نرجع البيت. ما اذا العيد ده هو يعني فايده هنايا الاكثر كي الناس احنا بنستفيدوا منها كي. اي على اساس الله كيسوي لنا فوق هذا كي تقول في رايك كي شو؟ في رايانا نقول يعني عيد ده عيد انا ده هي ذاته إيت العافية زاد، ونتمنى من أي نادم جيران والناس البعيد والناس القريبين نتمنى منهم الخير إن شاء الله. الله يسلمك. وكمان هو عيد تواصل ومحبة بين الناس ونادم القريب ما شفته ولا تمشي تشيفه، وده شيء عديل جدا مرة واحد. إن شاء الله ربنا يدوم المحبة بين الناس كلهم. الله يسلمك. السلام عليكم. الله يسلمك. خليك الأولاد. آمين. الله يتملك أنا قلبكم. آمين إن شاء الله. يتقبل منكم مصالح الأعمال. آمين. الله يطول لنا بلدنا. الله يرفع لنا بلا، ينزل لنا شفاء. الله يسلمك. النساء. ما شاء الله. الله يبارك. بمناسبة المناسبة الطيبة دي دايرين تقدمي تحايا لناس كي البرة من نجمينا. لو عندك نادي برا حابة تعيد عليه ممكن تقدر تعيد عليه من خلال شاشة التلفزيون إن شاء الله. نقول مبروك العيد لأمي أشت عبد الرحمن في السعودية، ونقول مبروك العيد لأبوي حسين عثمان في تريشات، ونقول مبروك العيد لكل أمال هنا تريشات وكل أمال هنا تلفزيون شات، ونقول الله يرفع لنا البلاء وينزل لنا الشفاء. ودارين نعرف شنو عملتي في العيد وكيف كانت لميتكو، ولسه مشيت عيدتي مرتي ولا لسه؟ انا لسه ماما مشيت سران عيد وقبلنا جينا وسوينا مراره وخلاص مراره من فطرنا فوق هسه خطينا من وتر النار. وجوكوا الناس وعيدوا عليكم؟ جو ما شاء الله، جو ناس جو مرقوا. ولا معاكم ناس اخرين ضالحين سوا؟ اين وين بس اللحم قسمته منا. قسمنا ما شاء الله، قسمنا ما شاء الله. ولما في قران كل عندك دبوسره زي ما قال تكتب كان ثلاثه الاثنين تقسموا الواحد كان باكل انت. ما شاء الله والله. ان شاء الله بينا تكونوا لامين مع بعض وبينا تكونوا محبه بيناتنا. امين ان شاء الله. يرحم لنا الوالدين ويرحم جميع المسلمين، اللهم يرفع البلاء وينزل الشفاء. الله يخلي لي امي في السعوديه، والله يخلي لأبوي في تيليشات، واللهم يغفر البلاء وينزل الشفاء. الله ينتينا نيمة. الله يسلمك والله يبارك فيك، والله يكبر كمان دعوتك ونتمنى لك العافية والصحة. الله يسلمك. نقدم تحية لأمي عائشة عبد الرحمن ولا أبوي حسين عثمان، ونقدم تحية لكل صحباتي في تشات وفي غير تشات، ونقدم تحية لإدريس ديبيت نور رئيسنا. شكرا. أم أخواتي بعد المشين صلينا صلاة العيد قبلنا ضبح لنا وخدمنا مع أخواتي وهسا خطينا ملا الخضا. خطيت ملا الخضا في النار وتعرفي تسوي ما شاء الله عليك. الله يخلي لك هالفي كل عام وانتم بخير إن شاء الله. الله يسلمك. مناسبة العيد دارت تقدم لنا حاجة ظريفة كده، في حاجة جديدة سويتها للمناسبة دي ولا ما عندك شغل جديد؟ والله في مناسبة العيد
الأضحى المبارك لا ما عندنا شيء يعني جهزنا ليعطونا لعيد الأضحى المبارك. كم قلنا ناس كثير كي يعني اليوم ده يوم أنا أكل اللحم وضحك ده نخلوه يعني بعد العيد اللي يجي آخر إن شاء الله نطقوا جميعا اللي يعني كل يوم أنا زيارات يوم أنا أكل اللحم ويوم أنا يعني محبة وأشغال كثيرة يعني في اليوم معناه في كلامة في كلامك ده اليوم نادم كي بقدر بفضك يضحك ما في اليوم ده ناس دي اللي قاعدين يأكلوا لحم بس يقول لحم وزيارات وزيارات بس وزيارات لحم وزيارات. طيب كويس انت مشيت زور ولا يأس أكل قاعد تأكل لحم بس من فجر؟ لا 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 أنا مشيت زور وأكل لحم جيت يعني في مخدمه وعمل قاعد إن شاء الله. اوكي كويس خلاص عبر تلفزيون جات تقدر تقدم تهنئة لرفقانا خلي ناسك برا من الجمينة اللي انت تقدر تقدم لهم تهنئة ما شوف يعني نقول يعني عيد مبارك لكل التشاديين والتشاديات في التشاد وفي الخارج تشاد وبالأخص يعني لأخواننا في برا من تشاد ورفقنا برا من تشاد وخاصة يعني للناس اللي يعرفونا وإننا ما معرفة وإننا ما يعني علاقة كويسة كلها نقول لهم شنو يعني عيد الأضحى المبارك ونقول لهم مبروك العيد وكل عام يعني هم بخير وصحة وسلامة والله يخلينا يعني يدينا طول العمر ونعيشوا بمحبة والسلامة يعني في بلدنا إن شاء الله إن شاء الله ربي. مشاهدينا هكذا انتهت جولتنا لتهنئة العيد إلى أن نلتقي بكم مرة أخرى نقول كل عام وأنتم بخير لجميع التشادين هنا في تشاد وخارجها ولجميع الأمة الإسلامية وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.